السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شيوات أم سليمان. اليوم إن شاء الله يا ربي جبتكم واحد طرطة بردة سهلة للتحضير وبنينة بنينة بزاف بزاف إن شاء الله، ونتمنى تعجبكم إن شاء الله. وبسم الله نمشيو للمقادير ومن بعد نوريكم طريقة التحضير. هنايا عندي يطرو نص الحليب ونص يطرو ديال الناطا كريم فريش، نص يطرو ديال كريم فريش او يطرو نص د الحليب، جوج يطرو باش كيجي بحال الفلام في البلاطو كيجي كبير. الا بغيتو نص د هذا القياس عملوا نص د هذا القياس، انا عامله كبير. ثم الا بغيتو تعملوا نص د القياس عملوا نص د القياس. عندي هنايا الناطة د الحليب نسلي، ها هي د 400 غرام، ما كنعملش فيها السكر، كنعمل فيها هذا الحليب هذا نسلي لاطا د 400 غرام. عندي كواخاده، انا نوريكم الصبري ديالها. كواخاده حنا في المغرب كيبيعوها في المرجان وفي ديك المواطا، ها هي كواخاده. عندي جوج الصبري هذا، كل صبري هذا فيه أربعة، هو كيمشي نص يطرو في مثلا في نص يطرو الحليب في واحد الصبري. انا كندوبل كنعمل نص يطرو فيه جوج الصبري باش كتجي معقوده ومزيانه. وعندي هنايا هذا المول هذا عامله له هاد بيسكوي هذا بحال مادالينس بالحق الفرماي اخرى، ها هما عامله في هذا. انا عملتهم هنايا في القاع وضربت عليهم مزيان، رقعتهم كيف ما قدرت، ها هما مضروبين في القاع. كنرش عليهم شويه د الماء والسكر السيرو، غير شويه اذا ماشي بزاف ما تفزقوهاش بزاف، غير شي شويه. ونمشيو تبارك على تبارك الله على طريقه التحضير ان شاء الله كيفاش غنحضروها. ها هي كواخاده ديالي، انا عم كنعملها هنايا في الحليب بارده والناطا، ها هو عادي. نعمل هذا الصبريس كاملين هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، وديك الساعه كنعمل هذا الحليب كونديسادا وين الحليب نسلي ولا ضربه كتمشي لنا اسبانيولا. راه بزاف د الوقت عندنا هنايا وتسانسنا، راه اكثر من 30 سنه وتسانسنا، والهضره واخا كنهضروا مع الناس كنهضروا شويه عاوجين. ونتمنى ان شاء الله يا ربي تفهموني، واللي ما فهمتوليش نجاوبكم ونقول لكم الطلبات اللي تطلبوا تحت امركم. وانا غادي نمشي هادو غادي نكبهم كاملين هنايا، ديك الساعه نكب هاد اللاطا باش ما نطولش عليكم بزاف. غنعمل هذه كامله هنايا عاود حتى هي نهبطها كامله، وغادي نضربهم بالباتيدوره بهادي جوج دقائق، ضرب فيهم حتى كيتخلطوا مزيان كاملين. ديك الساعه ملي غنشبروها غنعملوها في المول، وملي يكون عادي نزينها ان شاء الله. بحق انا دابا ملي غنعملها على البوطه غادي نوريها لكم ان شاء الله. ها هي كواخاده ديالي، حنا مسميه عندنا كواخاده، اسمها كواخاده، ضربتها بالضرب ديال اليد جوج دقائق صافي. دابا غادي نطفيلها، ها هي بدات كتغلي لي، غير تغلي كنطفيلها. ها هي نحركها اذا شديتو يمشي منا الربو، وديك الساعه نيتك غادي نعملها في المولدي وندخلها النبيره، خاصها تبرد واحد 4-5 سوايع تبرد، خليها تبرد على برا واحد نص ساعه بعدا عاد دخلوها النبيره. ديك الساعه شي 5 سوايع ولا 4 بالاقل 4 سوايع باش كتشبر مزيان وتبرد مزيان، وديك الساعه كل واحد يزين كما بغى. وانا ديالي ملي توجد غنوريها لكم، ملي نكون عند نزينها نوريها لكم ان شاء الله يا ربي. كواخاده ديالي كيف كتجي بهذا الشكل هذا، هايدا ان شاء الله انا بديت كنزينها. ملي نساليها بالتزيين نوريها لكم، غنزينها بالكريم فريش وباناناس وبالكراميل، ونتمنى تعجبكم. ديك الساعه نوريها لكم ان شاء الله في البلاطو ديال التقديم ان شاء الله. انا كواخاده ديالي زوقتها هيدا باناناس كريم فريش، وغنزوقها بهاد الفروطه هادي كيقولوا لها هنايا بابايا، وفي المغرب ما نعرف هالشكل ديالها. هادي الفروطه شويه شراره د السود امريكان، وبالحق بنينه وغزاله ريكيسيمه لذيذه بزاف. وانا غنزين بها عاود هذا ديالي كواخاده ديالي، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله. ها الشكل النهائي ديالي ديال كواخاده زوقت بابايا، هذوك النقيطات ديال الكراميل وكريم فريش، واو اناناس
بينيا زوقت بهذا الشكل هذا، نتوما زينوها باش ما بغيتو، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتكون عند حسن ظنكم. وهذا الشكل النهائي، وما تنساوش تساندوني وتشاركوا معايا وتشجعوني. وفي شهيوات ام سليمان ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك، وفي شهيوات ام سليمان اللي ما جيني ان شاء الله نتمنى المزيد يكون مزيان ويعجبكم ان شاء الله يا ربي.